السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. هنبدأ على بركة الله شرح محاضرة الإميون ديفيشنسي لطلبة أولى طب المنيا. طبعا في البداية كده يا شباب، الإميون ديفيشنسي دي معناه الاسم ده يعني معناه إيه؟ معناه نقص المناعة. وبالتالي اللي احنا هنفهمه إن المحاضرة دي بتتكلم عن شوية حاجات أول ما بتحصل بتؤدي في النهاية إلى نقص في مناعة الجسم، تمام، وان هو يبقى اكتر عرضة للامراض. تمام، في البداية كده يا شباب بيقول لك ان الاميون ديفيشنسي دي عبارة عن absence يعني غياب او failure. absence او failure يعني يا اما المناعة مش موجودة بشكل كلي او في فشل في الوظيفة الطبيعية بتاعة المناعة. تمام، لجزء ايه او عنصر يعني او اكتر من عنصر من العناصر بتوع الاميون سيستم. طيب بتؤدي في النهاية الى ايه؟ الى اميون ديفيشنسي ديزيز او مرض نقص المناعة. طيب بيقول لك في الاول يا شباب كده ان هي ممكن تبقى حاجة يعني سبيسيفيك، يعني ممكن تبقى نقص المناعة ده ممكن يبقى سبيسيفيك او ممكن يبقى نون سبيسيفيك، يعني اما حاجة محددة يعني في المناعة السبيسيفيك اللي هي التي سيل والبي سيلز، او المناعة النون سبيسيفيك اللي هي ايه؟ الفاجوسيتيك سيلز او الحاجات اللي زي كده. تمام، السبيسيفيك اهي يا شباب بيقول لك ان عبارة عن ابنورماليتيز يعني خلل في البي سيلز او التي سيلز، او بقت يعني البي سيلز والتي سيلز مش على طبيعتها. طب النون سبيسيفيك بيقول لك ان هي ابنورماليتيز برضو بس في النون سبيسيفيك كومبوننتس، تمام، المكونات غير المختصة بتوع الجهاز المناعي، تمام، اللي هي بمعنى صح الناتشورال اميونيتي او النيت اميونيتي. طيب بيقول لك يا شباب ان احنا ممكن نقسم الاميون ديفيشنسي دي لحاجتين، اما برايمري او سكندري. طيب البرايمري دي معناها ايه؟ البرايمري معناها حاجه كونجينيتال. يعني ايه حاجه كونجينيتال؟ يعني حاجه انا اتولدت بيها، تمام، بعد الشر عنا كلنا، يعني دي بتبقى حاجه اتولدت بيها اللي هي ايه؟ البرايمري او الكونجينيتال اميون ديفيشنسي. لكن السكندري دي بتبقى حاجه اكوايرد او حاجه ايه؟ انا يعني مثلا حصل لي عدوى بفيروس معين او حاجه معينه ادت لي في النهايه ان انا حصل معايا ايه؟ اميون ديفيشنسي. طيب بيقول لك البرايمري او الكونجينيتال دي انهيرتد ديفكتس، يعني حاجه موروثه من اميون سيستم. لكن دي السكندري دي بتبقى عباره عن سبريشن. سبريشن يعني ايه؟ حصل تثبيط في الاميون سيستم بسبب ميني فاكتورز او عوامل كتيره. تمام، ده احنا هنشوفه يعني في المحاضره. طيب اول حاجه يا شباب البي سيل ديفيشنسي، يعني ايه؟ حصل نقص في الخلايا البائيه او البي سيلز. طيب بيقول لك في الاول كده ان هي اكس لينكد ا جاما جلوبيولينيميا. طبعا هنا المفروض تبقى ا جاما جلوبيولينيميا كده مباشر، ا جاما جلوبيولينيميا، عشان يبقى ايه؟ اللي هي مفيش الاميون جلوبيولينز في الدم. تمام، طيب هي دي يا شباب بتبقى عبارة عن ايه؟ كذا مقطع كده، الكلمة دي اصلا كذا مقطع. اول حاجة دي اللي هي معناه without او مفيش جاما جلوبيولين، ده اللي هي ايه؟ الاي جي الاميون جلوبيولينز، ايميا في الدم اللي هي ايه؟ في البلط، يعني الاي جي او الاميون جلوبيولينز مش موجودة ايه؟ في الدم. طيب يقول لك ان هي اكس لينكد. اكس لينكد يا شباب يعني بتبقى في الكروموسوم اكس، بتبقى مرتبطة بالكروموسوم اكس، كروموسوم اكس. طيب يا شباب الكروموسوم اكس ده يديك حاجة برضو، يعني لازم تبقى عارفينها، ان لو انا عندي حاجة مرتبطة بالكروموسوم اكس فهي اول حاجة هي ريسيسيف. يعني ايه ريسيسيف؟ يبقى الاكس لينكد ريسيسيف دي يا شباب بتبقى حاجة متنحية او جين متنحي. تمام، وتاني حاجة يا شباب ان احنا عندنا في الذكر بيبقى عنده الكروموسومات بتاعته بتبقى اكس وواي، فانت لو هو خد الجين عنده موجود في الكروموسوم اكس فهو طبيعي هيحصل معاه المرض مباشر. لكن لو مثلا لو عنده انثى لازم يكون موجود على الاتنين، يعني موجود على الكروموسوم اكس واكس ده عشان يحصل معاها المرض، او ممكن ان هي تبقى عندها في كروموسوم واحد بس الجين ده او الديفكت في الجين ده، فبالتالي هي ايه؟ هتبقى حاجه اسمها كارير، يعني حامله للجين لكن مش ظاهر عليها الاعراض ولا هي عندها اصلا ايه المرض. تمام،
يبقى اكس لينكد جاما جلوبيولينيميا. طبعا عرفنا يعني ايه جاما جلوبيولينيميا، يعني ما عندوش ايه الاميونوجلوبيلينز في الدم. واكس لينكد يعني بتحصل فين؟ بتحصل في الكروموسوم اكس. طيب دي يا شباب حاجات تانية، يعني ده اول حاجة في الاميون ديفيشنسي المتعلقة بالبي سيلز اللي هي الاكس لينكد جاما جلوبيولينيميا. طبعا احنا يعتبر شرحناها، احنا هنقولها تحت تاني. طيب الاي جي اي ديفيشنسي دي تاني حاجة اللي هي ايه، نقص الاي جي اي. رقم ثلاثة ممكن يبقى فيه نقص في سب كلاس من الاي جي جي، يعني الاي جي جي ده بيبقى عبارة عن اي جي جي مثلا واحد، اي جي جي اتنين، اي جي جي تلاتة، يعني متقسم لحاجات تانية. ممكن يبقى فيه ديفيشنسي او فيه نقص في واحد منهم، فدي بنقول عليها اي جي جي سب كلاس ديفيشنسي. طيب تاني رابع حاجة بيقول لك الاميون ديفيشنسي ويز انكريزد اي جي ام، يعني في زياده في الاي جي ام وقصادها حصل نقص في الاي جي جي مثلا والاي جي اي والحاجات اللي زي كده، تمام، باقي الاميون جلوبيولينز. رقم خمسه بيقول لك كومون فاريبل اميون ديفيشنسي، دي بعض الاميون ديفيشنسي اللي يعني موجوده بشكل كبير. وفي حاجه اسمها الترانزيانت هايبوجلوبيولينيميا اوف انفانسي، دي بتبقى عباره عن حالة كده يا شباب بيبقى فيها نقص في الاميونوجلوبيلينز خلال الفترة الأولانية بتاعة الطفولة. طبعا احنا هنشرحها يعني قدام، تمام، عشان بس ما نهريش فيها كتير. أول حاجة يا شباب الإكس لينكد أجاما جلوبيولينيميا، طبعا احنا عرفناها وفسرناها فوق، قلنا إن هي أجاما جلوبيولينيميا يبقى مفيش أجاما، يبقى مفيش إيه، مفيش اميونوجلوبيلينز، وإيميا دي معناها في الدم. اكس لينكد يعني في الكروموسوم اكس، الكروموسوم اكس، تمام. قلنا ان هي ريسيسيف يعني الجين بتاعها متنحي، يعني في يعني في الميلز هتلاقيها اكتر. قلنا ليه؟ لان الميل بيبقى عنده اكس كروموسوم اكس وكروموسوم واي، فهي بتبقى موجوده اصلا على الكروموسوم اكس. بما انها موجوده على الكروموسوم اكس خلاص هتظهر عليه مباشر لانه عنده كروموسوم واحد اكس، لكن عند الفيميلز لازم تبقى موجوده ايه في الاثنين كروموسوم اكس بتاعها. طيب بيقول لك ان هي بيبقى فيها فيو او نو بي سيلز، يعني يا اما فيها شويه بي سيلز او خلايا بائيه قليله، يا اما فيها ما فيهاش اصلا خلايا بائيه في الدم، تمام. بيقول لك بيبقى فيها فيري سمول ليمف نودز او تونسلز، يعني برضو بيبقى فيه اتروفي او بيبقى فيه بمعنى اصح الليمف نودز بتاعه الشخص ده او الانسان يعني اللي مولود بيها بتبقى صغيره، وفي نفس الوقت برضو التونسلز اللي هم اللوزتان دول برضو اللي بيبقى لهم وظيفة مناعية بيبقوا صغيرين، تمام. بيقول لك نو اي جي نو اميون جلوبيلز، يعني مفيش اميون جلوبيلز او مفيش اجسام مضادة في الدم بتاعه. بيبقى فيه سمول اماونت اوف اي جي جي، طب هنا ليه في سمول اماونت، ليه في كمية قليلة من الاي جي جي؟ طبعا يا شباب ده اصلا مش بيبقى هو مصنعه، لان هو عنده اصلا ديفكت في البي سيلز، يا اما ممكن يكون عنده عدد قليل من البي سيلز هم اللي مصنعين الاي جي جي، بس هو في الغالب ده بيبقى واخده من امه، يعني بيبقى ايه جاي له اصلا ترانس بلاسنتا، اللي هو ايه لما بينتقل او بتنتقل للاجسام المضاده اللي هي الاي جي جي خصوصا، هو ده اللي بينتقل من الام للجنين. وبيقول لك ان هو في الايرلي ايج، ليه في الايرلي ايج يا شباب؟ لان هو بعد 6 شهور، بعد 6 شهور اصلا الاي جي جي ده بيختفي من الجسم عنده، بيكون خلاص ايه خلص من الجسم. بعد ال6 شهور ده بيبدا ان هو يحصل له ايه انفكشن كتير، يعني عدوى كتيره بقى، اي حاجه ممكن تعمل له انفكشن. طيب بيقول لك ان هي اهي بيحصل معاه ريكارنت بايوجينيك انفكشن، يعني ايه ريكارنت بايوجينيك انفكشن؟ يعني بيحصل معاه عدوى بكتيريه كتيره قوي، تمام. كلمة بيوجينيك دي معناها بكتيريال انفكشن، يحصل معاه ايه عدوى بكتيرية كتيرة. طيب ده تلخيص ليها برضه، يقول لك الاكس لينكد جاما جلوبيولينيميا عبارة عن ايه جينيتك كونديشن، يعني ايه حالة بتبقى في الاساس جينية، يعني تبقى مولود بيها. طبعا الشباب بيبقى فيه ميوتيشن او بيبقى فيه طفرة في حاجة اسمها البروتين تيروزين كاينيز، ده بيبقى على الكروموسوم اكس زي ما احنا قلنا، تمام. الانزيم ده هيوقف تحويل الخلايا البائية للخلايا البلازما سيلز، وبالتالي مش هتتكون ايه الاميونوجلوبيلز، وبالتالي هيبقى عرضة اكتر للانفكشن. بيقول لك ايه نو بي سيلز نو اميونوجلوبيلز. طيب نخش على تاني حاجة عندنا وهي الاي جي اي والاي جي جي سب كلاس ديفيشنسي. يعني ايه الاي جي اي والاي جي جي سب كلاس ديفيشنسي؟ دي بيقول لك ان هي بيبقى فيه نقص في الاي جي اي
بس ايه، كل اميونوجلوبولين يا شباب زي مثلا الاي جي اي او الاي جي دي، ده بيبقى متقسم لكاتيجوريز تانية، بيبقى متقسم لكذا واحد تاني، اللي هي اي جي اي 1 اي جي اي 2 مثلا، اي جي اي 1 اي جي جي 1 اي جي جي 2. فاحيانا بيحصل نقص في كلاس منهم، يعني ايه مثلا اي جي اي 1 ده في نقص كبير فيه، ممكن قصاده يبقى في نقص مثلا في الاي جي اي 2 او الاي جي جي 2، تمام؟ لكن هو ده يعني معناها. طيب بيقول لك ان الاي جي اي ديفيشنسي دي الموست كومن، دي ركزوا عليها الحاجات اللي هي موست كومن، والحاجات دي شبه هي اللي احيانا بيسأل فيها يعني، او في الغالب بيسأل فيها. بيقول لك ان هي دي الموست كومن، الموست كومن سب كلاس ديفيشنسي اللي هي الاي جي اي. بيقول لك ان البيشنتس او المرضى تندي تو ديفلوب اميون كومبلكس، يعني ايه بيحصل معاهم حاجة اسمها تكوين الاميون كومبلكس. طبعا الاميون كومبلكس دي اللي هي في النهاية بتعمل لي الاوتو اميون ديزيز، الاوتو اميون ديزيز، الاوتو اميون ايه ديزيز. طبعا مش عارف الميكانيزم يعني اللي هو اللي سبب ان يحصل اميون كومبلكس، بس هي تقريبا عشان الاي جي اي دي، الاي جي اي ده بيبقى موجود في الميوكوزا بتاعت ايه، بتاعت الجات والحاجات اللي زي كده. فلما بيقل ده يعني بيحصل خلل يعني في الجهاز المناعي، بيؤدي في النهاية ان هو بيكون اميون كومبلكس، بتبدأ ان هي ايه تسبب لي الاوتو اميون ديزيز، او ان الجسم يبدأ ان هو يهاجم ايه نفسه. طيب برضو بيقول لك ان الجسم بيبقى عرضة للبيوجينيك انفكشن او البكتيريال انفكشن، العدوى البكتيرية، وده طبيعي لان اي نقص في المناعة يسبب لي ان ايه العدوى تكتر عندي. بيقول لك ان هو بيحصل نتيجة لي فشل في التيرمينال ديفرنشيشن اوف البي سيلز، يعني في البي سيلز نفسها مش قادرة ان هي تتاكتف، مش قادرة ان هي تتحول للبلازما سيلز، او تتحول او مثلا البرو سيلز، بيبقى في حاجة اسمها البرو بي سيلز، مش قادرة ان هي تتحول للماتيوري اللي بيحصل فيها ماتيوريشن. يعني ده هو السبب بتاع ايه، بتاع الاي جي اي او الاي جي جي سب كلاس، مش قادره ان هي مثلا تتحول للبلازما سيلز اللي بتطلع لي الاي جي اي والاي جي جي لوحديهم والاي جي ام والحاجات اللي زي كده. طيب الاميون ديفيشنسي رقم 3، الاميون ديفيشنسي ويز انكريزد في الاي جي ام، ده بيبقى شباب عباره عن برضو جينيتك ديس اوردر، بيبقى ناتج عن زياده في الاميون جلوبيولين ام، تمام؟ في زياده فيه. طب هو المفروض ان زياده فيه ده حاجه حلوه لان هو ده انتي بودي، لكن هو لما بيزيد الاي جي ام ده يا شباب قصاده بيحصل نقص في الاي جي اي مثلا او الاي جي جي، باقي الاميون جلوبيولينز بمعنى صح بتقل. طيب بيقول لك ان هو بيحصل في البيشنتس، يعني بيحصل في البيشنتس ويز اي جي اي او اي جي جي ديفيشنسي، ده زي ما احنا قلنا ان بيقل الاي جي اي او الاي جي جي، برودكشن اوف لارج اماونت اوف اي جي ام، يعني بيزيد الاي جي ام ازيد من 200 مللي جرام بير ديسيمتر، تمام؟ يعني بتبقى زايده الكميه بتاعته كبيره، يعني اعلى من 200 مللي جرام في كل ديسيمتر اوف بوليكلونال اي جي ام، زي ايه العائلات بتاعه الاي جي ام، تمام؟ بيبقى برضو عرضة للبيوجينيك انفكشن، قلنا عشان مفيش اي جي اي ولا اي جي جي. التريتمنت ازاي اعالجه؟ ده بان انا بديله انترافينوس جاما جلوبيون، يعني ببدأ اديله اميون جلوبيولينز مثلا اي جي جي واي جي اي انترافينوس، يعني في الدم مباشر. بسبب ايه؟ بسبب الانابيليتي اوف البي سيلز تو ايزوتايب سويتشنج، يعني ايه؟ يعني في المرض ده البي سيلز نفسها شغالة بس ان هي تطلع الاي جي ام، مش بتطلع مثلا ايه الاي جي جي ولا الاي جي اي، الاثنين دول مش قادرة ان هي ايه تطلعهم، هي مش قادرة ان هي تتحول للخلايا البلازما سيلز اللي بتطلع الاثنين دول، هي بس بتتحول لدي بسبب ايه مرض، يعني ايه فاكتور معين، هي ده دي يعني حاجة جينية، تمام. رقم 4 يا شباب الهايبو جاما جلوبيولينيميا، او نقص ايه
نقص الاميونوجلوبيولينز خلال فتره الطفوله في الانفانسي، بيقول لك ان هي بسبب ديلي يعني تاخر في الاي جي جي سنس في تكوين الاميونوجلوبيولين جي لحد ايه، لحد 36 شهر. طبعا هي المفروض يا شباب ان الاي جي جي يبدا يتصنع بعد ما الاي جي جي بتاع الام يخلص، اللي هو بعد 6 شهور. هو بيقول لك ان هي بيفضل مش بيتصنع لحد 36 شهر، يعني بعديها ب 30 شهر. تمام، بيقول لك في النورمال انفنت اهو السنسس بيبدا عند 3 شهور مثلا، او يعني من 3 شهور ل 6 شهور ده نورمال، من 3 شهور ل 6 شهور ده نورمال، اعلى من كده ده اب نورمال. هنا بيقول لك لحد 36 شهر. تمام، بيبقى فيه نورمال بي لمفوسايت، يعني البيتا سيلز او الخلايا البائيه كويسه ما فيهاش حاجه. تمام، بس بيبقى فيه لاك في الهلب بتاع التي لمفوسايتس، يعني مش بتاكتفها بمعنى صح، يعني الخلايا التائيه مش بتاكتف مين، مش بتاكتف الخلايا البائيه، لكن الخلايا البائيه ايه نورمال. تمام، دي برضه نركز عليها، بيركز عليها يعني. طيب ايه الديس اوردرز بقى بتاعت التي سيلز، يعني الحاجات اللي بتحصل للتي سيلز بتؤدي لي للاميون ديفيشن. طبعا شرحنا كده اللي هي بتحصل بسبب ايه، البي سيلز. اول حاجه يا شباب الدي جورج سندروم او متلازمه دي جورج، دي بيقول لك ان هي ايه كونجينيتال سايمك ابليجيا او هايبوبليجيا، يعني فيها بيحصل ان السايمس جلاند، الغدة التيموسية سايموس جلان مالها يا شباب، دي بيبقى فيه بتبقى اما ان هي مش موجودة اصلا، اللي هي ابليجيا مش موجودة، مش موجودة، او هايبوبليجيا يعني متكونة بس صغيرة. تمام، فبالتالي مش بتقدر ان هي تعمل الوظيفة بتاعتها بشكل كويس. فهنا يا شباب بيبقى فيه هايبوباراثيرويديزم، يعني الغدة الجردرقية مش شغالة بشكل كويس، فبالتالي مش بتطلع البارا ثيرويد هرمون بشكل كويس، فبيقل الكالسيوم في الدم، لأن وظيفة البارا ثيرويد هرمون إن هو يحافظ على نسبة الكالسيوم والفوسفات في الدم. فبالتالي يا شباب ده اللي هو نسبة نقص الكالسيوم في الدم هيؤدي إلى حاجة اسمها التيتاني أو حاجة اسمها المسل كرامبس بمعنى أصح، اللي هي هيبقى فيه زي تشنجات في العضلات بسبب نقص الكالسيوم. تمام، لان احنا عارفين ان الكالسيوم ليه وظيفة في الانقباض بتاع العضلات. برضو بيبقى معاها كونجينيتال هارت ديزيز، اللي هو ايه بتبقى فيه شوية امراض كده بيبقى مولود بيها برضو الطفل اللي عنده الديس اوردر ده في القلب. الفيش شيب دي ماوس ده برضو بيبقى ايه، دي برضو بتبقى ساين من الساينز بتاعت الدي جورج سيندروم، اللي هو ده يعني الشكل بتاعها، الفم بتاعه بيبقى زي شكل الفم بتاع السمكة. طيب النيو بيقول لك ان هيحصل نيونيتال هايبوكالسيميا، هايبوكالسيميك تيتاني، اللي هو نقص الكالسيوم ده هيؤدي لي التيتاني، او اللي هي قلنا التشنجات العضلية. برضه هيبقى معاها فيرال وفانجل انفكشنز بالكانديدا. تمام، الكانديدا البيكانس ده بيبقى عبارة عن فانجل او فانجاي، بيكتر امتى؟ بيكتر لما بيحصل اميون ديفيشنسي، مرض نقص مناعة يعني. تمام، اند بروتوزوال انفكشن برضو بيبقى معاها برضو بروتوزوال انفكشن فيري ايرلي ايه ان لايف. طيب بيقول لك ان بيحصل فيها ليمفوبينيا وديكريزد في التي سيل نمبرز. يعني ايه ليمفوبينيا؟ كلمة ليمفو، ليمفو أكيد يعني الليمفوسايتس، وبينيا يعني إيه النقص فيها، النقص في الليمفوسايتس ونقص في الخلايا التائية، ده كله في الدي جورج سيندروم. برضو بيحصل فيها نقص في الفانكشن بتاعة التي سيلز. تمام، احنا أصلا في الأساس ده مرض حصل بسبب خلل في وظيفة التي سيلز، فهي نقص العدد بتاعها ممكن يسبب لي المرض ده او نقص في الفانكشن بتاعتها. بعد كده يا شباب في حاجة اسمها سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي. يعني ايه سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي؟ طبعا كومبايند اميون ديفيشنسي يعني نقص مناعي حصل بسبب ابنورماليتي او خلل في البي سيلز والتي سيلز مع بعض. تمام، بيقول لك اهي ان هي failure of differentiation،
اوف ستيم سيلز انتو تي سيلز او البي سيلز، يعني الستيم سيلز مش بتتحول للتي سيلز والبي سيلز، وبالتالي هيحصل فيها هيومرال وسيل ميديتد يونيتي ديفيشنسي، يعني هيحصل نقص في المناعه الهيومرال اللي هي المختلطه والمناعه الخلويه الاثنين مع بعض. يعني all kinds of infection يعني هيبقى معرض، اللي هو هيبقى عنده severe combined immune deficiency، ده يا شباب ده عنده نقص في التي سيلز والبي سيلز، يعني المناعه بتاعته اصلا خربانه خالص، تمام؟ فبالتالي هيبقى عرضه للفيرال انفكشن، بكتيريال انفكشن، فانجل، بروتوزوا، لاي حاجه من دول. الديس بيقول لك ان هو غالبا هيموت، تمام؟ هيموت في بدايه عمره، خلال مثلا سنه. ليه؟ لان الاثنين اصلا الجهاز المناعي اصلا عنده بايظ كله. The disease may be inherited، بيقول لك ان هو احيانا ممكن يبقى inherited، لان هو ايه، اكس لينكد ريسيسيف، ممكن يبقى مثلا ورثه من امه، يعني لو هي عندها مثلا الجين، يعني لو هي حامل للجين وفي نفس الوقت مش ظاهر عليها الاعراض، لان احنا قلنا ان هو ريسيسيف يعني ايه، متنحي، لازم يبقى موجود على الاكس والاكس اللي عندها. اللي بعديها دي يا شباب عباره عن شويه ديفكتس في الفاجوسيتك سيستم. يعني ايه ديفكتس في الفاجوسيتك سيستم؟ شويه يعني خلل في النظام البلعمه بتاع الجسم، في الخلايا البلعميه بمعنى اصح، تمام؟ في الكرونيك جرانيولوماتس ديزيز، كرونيك جرانيولوماتس ديزيز ده شباب عباره عن مرض في الخلايا المحببه، هيؤدي الى الخلايا المحببه دي يا شباب اللي هي بتتحول للفاجوسايتس، اللي هي الخلايا اللي بتبلع، يعني فاجوسايتس، وبالتالي مش هتقدر ان تقتل البكتيريا او الفيرال اللي داخل لي جوه الجسم، تمام؟ يقول لك ان هي ديفكت الناد بي اتش. يعني ايه الناد بي اتش؟ بي اتش اوكسيديز ده يا شباب عباره عن انزيم بتبقى محتاجاه الخلايا المحببه عشان تصنع حاجه اسمها البيروكسيد. البيروكسيد ده بتستعمله في ان هي تقتل، بتستعمله يعني في اللايسوسومز عشان تقتل ايه، البكتيريا والحاجات اللي زي كده. فبالتالي نقص الانزيم ده هيؤدي الى خلل في الانترا سيلولار كيلينج، او خلل في النظام بتاع القتل اللي جوه الخليه اللي هو اللايسوسوم. تاني حاجه يا شباب الليوكوسايت ادهيجن ديفيشنسي، ده عباره عن ايه؟ طيب نحلل الاسم في الاول، ليوكوسايت ادهيجن ديفيشنسي يعني في نقص في البروتين اللي بيسبب او اللي بيخلي خلايا الدم البيضاء ان هي تمسك في البلاد فيزلز، او ان هي تتجمع مع بعضها عشان تقتل البكتيريا. بيقول لك ان هي عباره عن ديفكت في الانتجرين، مولكيول ده عباره عن بروتين بيؤدي الى ايه، ديفكت في الادهيجن، مش قادره ان هي تمسك. هو انا مفسرها ان الليوكوسايتس مش قادره ان هي تمسك في البلاد فيزل وول، مش قادره تمسك في الوول او الحائط بتاع البلاد فيزلز، ومش قادره ان هي تتجمع، فبالتالي مش هتقدر ان هي تقتل البكتيريا نفسها اللي هي اللي حصلت في الجسم. تاني حاجة يا شباب التشيدياك هاجاشي سندروم، مش عارف يعني انا نطقت الاسم صح ولا غلط. المهم ان هي دي عبارة عن سندروم بيحصل فيها ايه، ريديوسد في الانترا سيلولار كيلينج، نفس الكلام ده كله يا شباب، نفس الكلام التلاتة دول اللي هو ايه، ريديوسد في الانترا سيلولار كيلينج، ما عدا دي اللي هي ريديوسد في الادهيشن، مش قادرين ان هم يمسكوا. اند كيمو تاكتيك موفمنت برضو مش قادرة، الكيمو تاكتيك موفمنت اللي هي ايه، ان الخلايا تبعت لبعضيها وتتجمع في منطقة العدوى، بتبقى combined by inability الخلايا بعد ما بلعت الحاجة دي مثلا البكتيريا مش قادرة ان هي تمسك الفاجوسوم اللي هو اتكون ده باللايسوسوم، فبالتالي مش هيحصل له ايه، مش هيحصل له لايسس او مش هيتحلل الفاجوسوم ده. الفاجوسوم ده اللي بيبقى جواه البكتيريا وبتاكله الخلايا البلعمية، وفي الاخر بتعمل له ايه، تحلل. اند بروتينيز ديفيشنسي، بيبقى فيه نقص في البروتينيز. طيب بيقول لك في حاجه اسمها في ديس اوردرز بقى في الكومبلمنت سيستم، يعني لو حصل ديفكت او خلل في الكومبلمنت سيستم او نظام المكملات ده، هيؤدي برضه الاميون ديفيشنسي ديزيز. طيب الكومبلمنت ابنورماليتيز ليد تو انكريز في السسبتابيلتي تو انفكشن، يعني لو حصل خلل في الكومبلمنت سيستم ده هيؤدي الى ان الشخص ده هيبقى عرضة للعدوى. طبعا هو الكلام كله زي بعضيه، ان هو كل ما هيحصل ديفيشنسي في حاجة معينة من حاجات الاميون سيستم ده هيؤدي ان الشخص يبقى عرضة للعدوى. There are genetic deficiencies، يعني هيبقى فيه نقص جيني of various components of complement system
يعني احيانا بيبقى فيه شويه نقص انا مولود، يعني بيبقى الشخص مولود بيه في الكومبلمنت سيستم، ده يؤدي الى زياده الانفكشنز. الموست سيريس امونج ذيس بيقول لك ان اكتر حاجه انا خاف منها لو عنده ديفيشنسي في السي 3 في الكومبلمنت 3. ليه؟ لان الكومبلمنت 3 ده هو الاساس اللي انا ببني عليه نظام المتممات بشكل كامل. ليه؟ لان هو لازم في الاول يبقى معايا السي 3 عشان بعد كده اطلع منه باقي ايه، اعمل كليفج يعني واطلع باقي اجزاء الكومبلمنت سيستم. الرايز فروم اما هتحصل بسبب نقص اصلا في السي 3 سنسس، انا مش قادر اصنع السي 3، او الفاكتور اي والفاكتور اتش. الفاكتور اي والفاكتور اتش دول عباره عن جزء برضه من الكومبلمنت سيستم، وظيفتهم ان هم بيعملوا اكتيفيشن للكليفج بتاع الكومبلمنت سيستم اللي هو السي 3 مثلا او السي 4، وبالتالي يحصل لهم ايه، اكتيفيشن. طيب ازاي بقى اشخص لو في مثلا ديفكت في التي سيلز او البي سيلز او الكومبلمنت سيستم؟ بيقول لك ان هي بتبقى معتمده على ان انا ايه، انوميريشن، ان انا اشوف عدد الخلايا التائيه والخلايا الباقيه والاجسام المضاده في الدم. السيفير كومبايند اميون ديفيشنسي او نقص المناعه المشتركه، ده بيقول لك ان احنا نقدر نعالجه ازاي. اقدر اعالج السيفير كومبايند اميون ديفيشنسي ده بس ان انا اعمل بون مارو ترانسبلانتيشن، يعني اعمل له زراعه لنخاع العظام، لان هو اصلا عنده نخاع العظام غالبا بيبقى بايظ، فانا اعمل له زرع نخاع العظام عشان يكون له خلايا بائيه وخلايا تائيه. السكندري اميون ديفيشنسي دي يا شباب، السكندري اميون ديفيشنسي طبعا احنا قلنا ان هي بتبقى ايه، اكوارد او مكتسبه، يعني اتصبت مثلا بفيروس او بكتيريا او حاجه زي كده سببت لي ان انا حصل عندي نقص في المناعه. ايه الانفكشنز اللي ممكن تسبب لي نقص في المناعه؟ اما فيروس زي مثلا الاتش اي في او الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس اللي بيسبب لي الايدز، الايدز ده شباب اللي هو الاوتو اميون ديزيز، تمام. اما بكتيريا مثلا زي التيوبركلوزس، بكتيريا الدرن، او الليبروسي، دي بكتيريا ممكن تسبب لي الليبروسي ده اللي هي بتاعه الجذام. التيوبركلوزس ده اللي هو الدرن. الفنجل يا شباب زي الكوكسيديويد ومايكوزس، تمام، ده برضه فنجاي. الباراسيتك زي مثلا الشيستوزوما احيانا ممكن تعمل لي اميون ديفيشنسي. ممكن مالجنانسيز يعني ورم خبيث مثلا زي الليوكيميا، اللوكيميا والمايلوما، دي كلها برضه امراض او اورام خبيثه ممكن تسبب اميون ديفيشنسي. اوتو اميون ديزيز مثلا زي السيستميك لوبس اريثروماتوزس، مرض مناعي. السيستميك لوبس اريثروماتوزس ده اسمه الذئبه الحمراء تقريبا، يعني انتوا خدتوها في الاوتو اميون ديزيز. الكرونيك والديبليتنج ديزيز، الامراض المزمنه والامراض اللي هي بتنهك الجسم او بتتعب الجسم، وبعض الادويه هي ممكن تسبب لي اصلا اميون ديفيشنسي، تمام، زي الكورتيكوستيرويدز مثلا زي الكورتيزون، دي حاجات بتقلل المناعه. كده شباب يبقى خلص درس الاميون ديفيشنسي، يعني يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدت من الفيديو يعني يا ريت تكتب لنا، ولو في اي حاجة يعني مش واضحة ممكن اكتبها لي تحت وانا اوضحها لكم. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم.